التقى سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حيث سلمه دعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لزيارة القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ترحيبه بهذه الدعوة لزيارة مصر التي من شأنها تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية، مشيدا بدور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية وموقفها الثابت الداعم لفلسطين. كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد السفير المصري بدعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.